نعم. والبدر لما مشى قال له كنا مصطلحين مع الرحمن النحل ده ما بقرصنا، وقعدوا النحل ما قرصوا. نعم. البطاله دي كلها تمت في الكرامه دي. نعم. يشيلوا كرامته يرموها لي مره وانتم ما بتقولوا ضبان يا اخو ضبان. ام ضبان. جاي من ضوء البان. لا انا ما في شوف ضوء البان ده تخريب. لو كانوا السودانيين سموهم ضبان كان سموهم ضوء البان. نعم. ضوبان. ما كان عملوا ليها ما كان عملوها نكمل التعريف كان سموها ضوبان، لكن ضوبان الشجره والنحل التي نزل فيها سيدي الشيخ البدر وقال لي حيران المصالح مع الله النحل ما بقرص. تسعه قعدوا ثلاثه رجعوا لانه قرصوا. ثلاثة رجعوا تسعة قعدوا. دين صالحين. المصالحين مع الله سبحانه وتعالى والشيخ البدر قال المهم صالح مع الرحمن يعتب له الحاجة. وقال لي حيران الشجرة دي الفرع ده قاعد كده له 50 سنة يضرب واحد يقع ورقين. قال لي المهم صالح مع الله. دعا التصالح بين الإنسان ومخلوقات الله. السلام ورحمة الله. وده الشيخ البدر. بيحكي عنه ضيعوني واحد قال لي زينهم ضبان مش ضوبان ماشي ما كده صح ضبان مال الدم ما فيها ضوبان نعم كده بس ما فيها ضوبان نعم بربر ما فيها ضوبان في مدينه في السودان المشي ما ضوبان السودان كله ما ضوبان ضوبان دي براها يا راجل صلى طيب قول البنوت بريد انا شاكلت الله يرحمه صاحبي صالح 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 بنقع صديقي نعم في القاهرة شاكلت قلت له يا صالح انت راجل مستوى ومؤرخ يا استاذي وعالي كيف تم الكلام الفارغ ده؟ قال لي انا عاوز كلام وزحمه انتوا خارجين يعني؟ هو مسافر معانا في الرحله؟ هو مسافر معاكم ممكن تكملوا احنا راجعين